طبعا احنا ككليه اقتصاد وعلوم سياسيه لوحدها حاليا عندنا 3 شهادات مزدوجه، شهاده في العلوم السياسيه بكالوريوس علوم سياسيه مع جامعه السوربون باريس واحد، وشهاده في الاقتصاد مع جامعه السوربون باريس واحد، دي كلها شهادات مزدوجه. طالب بيحصل على بكالوريوس من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه وليسانس من جامعه باريس واحد السوربون 1 بعد السنه الثالثه من دراسته في الكليه. وايضا جامعه السوربون بتدي بقى اللي هيكمل سنه كمان بعد البكالوريوس في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه ماجستير في اقتصاديات التنميه زي ما انا قلت. ده بخلاف درجه مزدوجه في الاقتصاد والقانون مع جامعه هامبورغ في المانيا. الطالب بيدرس عندنا سنه ونص، وبعدين بيروح ترم صيفي هناك يدرس لمده شهر ونص، وبيحصل على شهاده مزدوجه من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه ومن جامعه هامبورغ. واحنا بنسعى لزياده عدد الشهادات المزدوجه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه وحدها، لكن في كليات اخرى موجود فيها ايضا هذه الشهادات المزدوجه، وان كان اكتر الكليات اللي فيها شهادات مزدوجه هي كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، بتمنح للي بيقدم من طلبه اقتصاد وعلوم سياسيه. وبرضو ايضا اللي هي بتاعت الاقتصاد والقانون مش لازم يبقى من اقتصاد وعلوم سياسيه، ممكن يبقى من حقوق وعايز يكمل في الاقتصاد والقانون، فبيمنح هذه الشهاده المزدوجه. بيبقى في اختبار طبعا للالتحاق بالبرنامج. اولا لازم يبقى حاصل على التويفل اللي هو الامتحان اللغه، وجايب درجه 550 على الاقل. كمان بنعمل له انترفيو وبنشوف احسن المتقدمين لهذا البرنامج وبنختار.